الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان يعني ضعيف وقوي مع بعض، هو يميل للقوة التي يفهمها، قد يفهم القوة في الضعف ويقول هذه هي القوة، وقد يفهم الضعف في القوة فيقول هذا هو الضعف، هذا ليس صحيح، هذا هكذا حسب البرمجة. إحنا زي الأجهزة، مثل الأجهزة، جوالك برامج صغار تكون منها أنك لما تكتب كلمة وتضغط الزر تصل لفلان، في جهاز آخر أنت ما تدري عنه، هذا الجهاز يأخذ الألفاظ هذه ألف باء تاء ثاء السلام عليكم ويضعها رموز، جهاز ثاني يأخذها ويرسلها في الجو الذي أنت فيه. هذه الرسالة موجودة هنا وهنا 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 متغلغلة في الجو، يستلمها فقط الذي عنده الرقم الذي أنت أرسلته له. في الصين في مليار، أحدهم الذي يأخذ هذا الرمز الذي عنده الذي أنت أرسلته له فقط، ولكن موجود في كل مكان. مثل هذا مثل هذا نفس الشيء في الجو متغلغل بكل شيء، الله بث كل حاجة في العالم. شوف الراديو مثلا تسجل موجة بي بي سي، موجة الجزائر، السودان، في روسيا، وكمان قناة التلفزيون، هذا وهذا 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 موجود في الكون، موجود في الغرفة، كل القنوات موجودة في الغرفة، الإرسال حقه موجود في غرفتك فقط، شغل كذا جاءت القناة اللي أنت تريد، أنت حطيت الاستقبال لها فقط حسب الرقم الموجود هنا، رقم 60 77 مدري إيش، خلاص هذا رقمها على طول تأتي مثل الجوال. والأمراض مثل ذلك، وجود السرطان وجميع الأمراض حولك أينما كنت. الصحة موجودة في كل مكان، الغنى موجود في كل مكان، الله الذي وضع، ما وضع في البلد الفلاني ضعوا الغنى وفي البلد الفلاني الفقر، لا، موجود في بلد الفقر الغنى والفقر، موجود في بلد الغنى الغنى والفقر والتشريد موجود، وفي ناس من هذا من هذا في بلد الغنى وفي بلد الفقر، في ناس كذلك أغنياء ثرياء ثراء فاحش وفقراء فقر فاحش، كل مبثوث. أنت المركز، البذور متوفرة وأنت الذي تختار البذرة تزرعها في الداخل. هنا ناخذ الله، شغل الموج على كذا شغلتها، قال لك واحد أحسن شيء أنت تزرع مانجا، مانجا ينزرع المانجا، ليش؟ قال لك رقبك كذا أخذت مانجا زرعت مثلا. مرة من المرات موجود كذلك في الجو مع هذه البذور، نأخذ بذرة بذرة علشان نضرب عليها المثال، من هذه البذور المتوفرة في الجو تنتشر في الهواء، فيروسات وخطيرة موجودة، وكذلك يعني المناعة موجودة، أحد يأخذ المناعة وأحد يأخذ فيروسات، كيف؟ كل هذه الأشياء مبدأها فكرة، فكرة استقبلتها وخزنتها وصرت تستقبل توابعها، ما
مثلا الزهايمر، الزهايمر مبثوث، ليس مخصوص باليوم صار عمره 60 سنة 70 سنة، لا، مخصوص بمن يستقبله. نحن نظرتنا أنه كبير الواحد في السن الآن ممكن احتمال الزهايمر عليه كثير، هذا ظن، لكن موجود في الكون، الله عادل، ليس متوفر قرب هذا الشيوخ في العالم اجعلوا جنبهم الزهايمر، الأطفال اجعلوا جنبهم كذا، لا، الشيخوخة وإلا الزهايمر مثلا متوفر، مثلا واحد مثلا عمره 30 سنة 30 مستحيل زهايمر، لكن مرة من المرات نسي، وهذا موجود يعني الناس عندهم زهايمر شباب، نسي أين النظارة، أين الجوال، يعني صادف مرة من المرات، دائما مفتكر يعني يأخذ جواله ويروح، هذه المرة فين الجوال فين كذا، دور فتش وتعب، وبعدين وجدوا أن الجوال في الجيب، الله قال شوف جوالك، واحد من هناك نطق قال إيش أنت جاك زهايمر، وصلك الزهايمر، هو قال مزح يمكن، ضحك وراح، هذا واحدة ما في شيء بلاش، القلب الآن مو مهتم في هذا الموضوع، مرت كذا خلاص راحت في حالها. في الشغل بعد أيام في عمله مثلا قال إما الجوال أو مثلا ورقة من الأوراق العمل، أين هذه الورقة؟ أمس تركتها هنا وما أدري، يفتش دور جوز وما لا يفتشون، قالوا شوف تحت الجوال هذا موجود، إيش في زهايمر؟ واحد اثنين، هو مررها قال إيش زهايمر زهايمر، يعني بدأ هي تمشي بسرعة وقفها شوي كذا، بعدين مشيت ترانزيت بطيء سريع، ثالث مرة في حادثة ثانية بعد شهور زهايمر، بعد قال الله كأني حاسس أن الزهايمر جاء قبل أوانه، حاسس أن الزهايمر جاء قبل أوانه، إيش الحكاية؟ الناس يقولوا كل كذا يشرب كذا مدري إيش، يأكل ويشرب مو مشكلة، بس هو بدأ يخزن، بعد فترة جاء الزهايمر، خليه بعد عمره، مو عمره 30 بدأ معاه كذا حركات فكرة، 35 الزهايمر مسك معاه لين صار عمره 90 ولا 100. واحد ثاني، في ناس الآن الشيخوخة أنت تحدد متى، في ناس يشيخ من عمر 30 40 إلى عمر 100، يعيش 100 لكن من 40 هو خلاص تعبان شيخوخة، حتى انحناء الظهر حتى كل حاجة، ليش؟ فكرة جاءت ثم زادت ثم زادت، ودخل معها القلب مع الفكرة، إحساس مشاعر دخلوا مع بعض وخوف، حصلت. هكذا كل الأفكار، واحد قال هو راح شاف مراية وسوى مكياجات كل رايحة العمل، أو هي بعدين شافتها أختها أو شافوا أخوه، يعني نحن نضرب المثال للطرفين، فقال إيش هذا عينك كذا يعني في دمعة في كذا، لا يكون عندك يعني حساسية، قالها رجع للمراية مرة ثانية شاف، لا ما في شيء أنت توهم. طيب في الشغل أو في الزميل في المدرسة راح أو راحت، إيش في عينك اليوم؟ إيش في عينك اليوم مختلفة؟ لا والله أختي قالت كذا، ها أيوة دخلت الفكرة، مو معنى أي فكرة تتكرر تدخل أنت سمحت
وصدقت أعطيت التوقيع أنت، ليس أي فكرة تجي الأفكار تروح في حالها لا نبالي، ولكن متى ما صدقت ينتظر القلب شوية، إذا حركت القلب معه توقعت الوثيقة. لازم توقيعين، توقيع الفكرة، توقع هي لوحدها مو مشكلة، متى ما أنت بديت تصدق ها مسكنا الخاتم يلا بنوقع، مرة ثانية مرة ثالثة تأكد صح صح طخ. في آية تجيب هذا الكلام، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بالحسنى صدق بالحسنى، اللي غير حسنى لا يصدق، فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني صدق بإيش؟ بالسلبيات، هذاك صدق بالحسنى، هذا بالحسنى تمر عليه ما يصدق، يقول لا إيش كلام خرافات، كلام خرافات، إذا جات كذبة 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 بالحسنى وصدق بغير الحسنى، فسنيسره للعسرى، قد يكون غني ثري لكن حياته شوية، من عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الوجه جميل والمال موجود وكل حاجة موجود، طبعا مو كلهم كل غني كذا لا، نحن ما نعمم ولا كل فقير هكذا لا، أنت ماذا تختار؟ في أي حال كنت تغير، كان فلوس تتجمع وصير من 1,000 لـ2,000 لـ10,000 لـ1,000,000 لـ2,000,000 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 لـ1,000
صدقت فكرة وثقت بفكرة. فالأفكار هي مثل البذور، أنت تعطيها السماد والماء وتضع لها التربة وتركز عليها تهتم، ها، فيحصل النماء للخير أو الشر. فيك انطوى الشر والخير، فيك انطوى، أنت السبب، يعني موجود الخير والشر، قدر الله الخير والشر وأنت اخترت ماذا؟ أنت، ليس قدر الله عليك بالشيء الفلاني، هو مقدر وأخوه عكسه موجود، أنت أخذت هذا عن طريق أفكار ناس بلغوك بالطريقة اللي ذكرنا هذه، زهايمر جاك قبل أوانه، مرض جاك وبقي برضو سببه أنت، جاء المرض بفكرة لا بأس، لكن بعدين أغير الفكرة دي، لا الحمد لله أنا بخير، هذا بدأ التغيير، صدق بالحسنى وكذب. ليش؟ المرض مثلا في رأسي، في رجلي، في مكان ما، لكن الحمد لله في شيء كثير خير كثير، أنا الحمد لله بخير. لكن لما يكون المرض صغير وتفكر في ناس الصحة دي كلها، عندك 10% مرض وتركز، والله أنا مرض هذا خطير، وشوية يكبر يكبر، لأن الصحة موجودة وأنت ما تشكرها، فتبدأ تقل والمرض يكثر، تقل والمرض يكثر، خسارة لك 10 سنين تكسب مبسوط، جاءت ضربة كذا خسارة، الآن خليك في جانب الربح اللي كان أول، الحمد لله كم كسبنا، إيش هذا؟ لنا 10 سنين نكسب، يبدأ إيش هذا؟ يقل يقل ينمو، لئن شكرتم لأزيدنكم، يزيد هذا، والله هذا يقل. أفكارك هي تجذب لك الخير أو تجذب لك الشر، الداخل هو المؤثر في الخارج، هو المغير للواقع. إن الله لا يغير ما بقوم، هذا شغل الله هو اللي يغير، ولكن شرط، قال لك أنت لا تتعب، حط لك جهة واحدة ما يأسك، بالعكس أنت تفرح. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذن أصب جهد كبير على الداخل ويصلح الخارج، هذا شغل الله وهو شرطه بشغلي على نفسي، خلاص شغل على نفسي،
أنا أفكر في المرض يجي المرض، لا يغير الله، حتى تغير ما بأنفسك، بأنفسك الصحة والواقع مرض يذهب. هذا قانون رباني لا يمكن يخترق، ولا إلا من يشك هو اخترق نفسه. القانون شغال شغال. من يقول لا مستحيل، لابد من الأسباب، لابد، طيب يجري وراء الأسباب، هي لابد، ولكن لابد بحجم صغير، تمشي في الأسباب. اعقل وتوكل، اعقل شوية، اعقل عقال، هذا حبل صغير كذا يربطون الجمل فيه، رجل الجمل، اعقل خلاص. ولكن في توكل عظيم. نرجع للطاغوت، هو يعني مشكلة القرن للمسلمين، يؤمن بالله ويؤمن بغير الله، لا تصلح، لابد كفر بغير الله وتمشي فيه. سخر لكم هذا، سخر لي، ما أعظمه أعظم مني، لا أنت المكرم ولا ما مكرم. فإذا نحن كلامنا في الفكرة. الذي يساعد مثلا، الذي يساعد الناس الذي بجوارهم قريب ولا بعيد، سلبيين، والمؤمنين قليل أو ما في أحد من المؤمنين، نتكلم قناة الإيمان هذه. فربنا قال إن تطع أكثر من الأرض من في الأرض يضلوك، هم ضالين مضلين. وآيات كثير، أكثرهم العالم، الناس، بشر، أكثرهم لا يعقلون، ما يدري عنده، مهما كان عنده لا يعقل، أكثرهم لا يؤمنون. تحاول ما في فائدة، عندك جوهرة الإيمان، مثل الذي عنده جوهرة أو مال كثير، هل يعطي أي إنسان؟ واحد غبي تعطيه، واحد طفل صغير تعطيه مال؟ لا تعطيه. واحد مجنون، واحد معتوه، واحد أي حالة، ما تعطي. لما يكون عنده عقل فاهم تعطيه، خذ مال. كذلك الإيمان، لا نضع جوهرة ثمينة، نكلم أي إنسان يجي يقول لك إيش بدون الأسباب كيف؟ هو مؤمن بالأسباب وأنت مؤمن بالله رب الأسباب، يقول لك يا شيخ كلام فاضي، هذا معجزات هذه للأنبياء، وربنا هذا اختراع بشري، معجزات الأنبياء بشري. لكن الله شو يقول؟ من يتق الله يجعل له مخرجا إلى قيام الساعة، مخرجا من إيش؟ أي حاجة، لو رموك في النار يقلبها برد الرسام. وموسى إبراهيم السماء ذات البروج جاءت على أهل الخدود، إيمانهم لحظة، آمنا برب الغلام، بعد الإيمان مباشرة خندق وضعوا فيه النيران وقيل اقتحموا، خلي بعد يوم يومين ثلاثة، نحن كم لنا سنين، راحوا. ولا يقدر يقول خلاص جالس في بيتي أنت ربنا إيش لي وإيش من الإيمان. لكن هنا دخل شيء، إيمان بالله وكفر بالحاكم هذا الذي يريد أن نعبده، يقول أنا ربكم. هو قال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام، قالوا آمنا برب الغلام، من القلب دخرجت. فصار معجزات، صار معجزات، إيمان بسيط كما أيام، وغلام ليس نبي. لكن فيروس اسمه معجزات خاص بالأنبياء، هذا فيروس، عشان ما تقرب من ربنا خليك مع الأسباب هذه، وهذا فيروس ثاني. فإذا نحن في مكان ما، فإذا الواحد إيش يسوي؟ يغير البيئة إذا يستطيع، ما يستطيع لا بأس، في تغيير البيئة متطور. في النت، جوالك بيدك، اجعل بيئة ترفع الإيجابيات عندك،
ترفع الإيمان عندك. ممكن خلي دائما تسمع عن الإيمان، تشاهد عن الإيمان، تشاهد عن ربك، تشاهد ولو وهذا قليل، لن تجده كثير، لن تجده كثير. في ناس أخذوا الدين كمان لإيجاد يعني قاعدة كبير من الجماهير، يبغى لايك، يبغى إعجاب، يبغى يعني تعليقات كثير، يريد هذه الأشياء، عنده أهداف ويخترع كلام جديد ويخترع عناوين جديدة ويخترع كذا كذا، لكن ثمرة في الناس. أنت إيش يحصل معك؟ في تغيير، في يعني انهار لحياتك، تغيير لواقعك حصل، إلزمه. هذا نادر، ما في أتركه. شوف بيئة ثانية، بيئة تقربك لله، لأن هذه مرحلة صغيرة ممكن أنت تتصلح شؤونك، ها؟ ولكن في المرحلة ذي سوف يعني يأتي الموت والحياة، موت من هذه الحياة الدنيا وولادة في مرحلة أخرى، ليست حياة ثانية. ناس مرحلة، مراحل، مراحل، وكل مرحلة لها قوانينها، فيصير موت من هنا وولادة في المرحلة القادمة. هناك لا تضبط قوانين أخرى، قوانين الله الذي أرسل الرسل وأعطاك عيون تفكر، لو ما في رسول عندك الشمس كيف طلعت، السحاب كيف نزل، فكر في قدرات الله. أنت لو غمضت عينك وفتحت وجدت ورقة أمام عينك، ورقة، لا تقول لي الله أخذها أمشي، أحد جابها هنا، من هو؟ ما جاءت عبثا، فالحجة لله على الإنسان. طيب أخرج من المواضيع، صار روتين يعني. فكل شيء في متاح في الجو، متاح، الذبذبات للراديو لجوالك لذا، وكذلك الأمراض مثلها، أمراض مثلها، والصحة مثلها، والغنى مثلها، وكل الأفكار. واحد مثلا يقول له طفل، شوف الأطفال نعقدهم من الأول، قلت له 5 في 6، المهم جبت له أي كلام، ولا قلت له جيب لي الكاسة وصرح عنها مثلا، أنت غبي، أنت غبي، كل بعد فترة أنت غبي، أنت غبي، أنت غبي، هذه الكلمة تتكرر عنده، غبي ما يفهم معناها، يجي في المدرسة أنت غبي ما تفهم، لازم تسوي كذا كذا كذا، وهو يمكن ممتاز، بس واحدة مرة غلط غبي، قبلها 4-5 مرات من أبوه وأمه وأخوانه، والمدرس يمكن قال له هذه المرة بس أكدها، هو قال ممكن إيش هذا، إيش الطفل ما يعرف ولا أحد علمه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن الفطرة سليمة. فإذا يعني ما نقول خلاص أبوانا هم المجرمين الآن، نحن عمرنا 40 سنة هذا فسدونا، لا، أنت من البلوغ مسؤول عن نفسك، قبل ممكن سووا اللي يبغوا، لكن لازلت يعني البرمجة ليست قوية، عشان كذا ربنا يعني ما يسجل عليك شيء، لأنه تبع غيرك الموضوع، ممكن يصير تبع غيرك وانت تعبت بسبب غيرك، لذلك ربنا سمح لي 15، بعد 15 في شيء يحصل فيك، انت مسؤول الآن. فكر، انت تختلط بالناس صح ولا لا؟ في برمجة عند هذا وبرمجة عند هذا، وهذا ولدهم وهذا ولدهم، وهذه بنتهم وهذه بنتهم، وانت معهم وهم وانتم صغار كبرتوا سوا، انت بعد 15 تشوف الأولاد في المدرسة، تشوف في برمجات فيهم، تقول لهم كذا يقول لك لا غلط، كذا عنده برمجة وعندك برمجة مختلفة، تبدأ تشغل مخك. طيب هم أساؤوا،
ولكن أنت كمان أسأت بعد الخمستاش، خلاص مسؤوليتك أنت، أسأت أنت ما شيتها وقلت أيوة صح، أبويا قال كذا، أمي قالت كذا، ثبت الموضوع إلين ثبت، وصلت أنت نسخة منهم وهم نسخة من اللي قبلك، ولدك حيكون نسخة منك. يعني واحدة، يعني ما أبغى أذكر أسماء، مشهور جدا جدا من اختراعاته أشياء في بيتك، راح المدرسة طفشوا منه، يعني يهرجوا كذا ويهرجوا مثلها، يعني ما هو مضبوط معهم، ما هو يعني إيش نقول نحن الحقيقة، ما هو عبد لأي أحد، حر لا يقبل الكلمة حتى يفهمها، ما يفهم لا، إحنا نسميه غبي. غبي ليش؟ الذكي أنه يسمع الكلام ويخضع، واللي نقول له ندخل في مخه يأخذه زي ما هو كذا، وهذا هو الصح، المجتمع يقول هذا صح، هذا عبقري، قالوا غبي. بعدين زهقوا منه المدرسين كلهم، يعني إجماع مدرس المادة كذا ومادة كذا ومادة كذا، أرسلوا رسالة أعطوها له وقفلوها وقالوا له أعطيها أمك، أبو ما فيه يتيم، راح لأمه قال يا أمي هذه رسالة جاءت مدرس قريتها، أم عظيمة صح ما عندها برمجة ولا تقبل البرمجة، هذه الرسالة برمجة، برمجة تنطقها لابنها، خلاص من الأم يتقبل، يعني إذا من غيره يبغانوا 20-30 مرة علشان يقبلها، هنا مفتوحة البرمجة، خلاص فتح قلبه الآن، ماذا تقول الأم؟ أخو قفل عليه، أنا كذا كذا، بس تنطق. هي شافت الرسالة، ولدك غبي ولا يجينا المدرسة، ولا خلاص خذي عندك لا يجينا مطلقا. على طول قالت له، قال لها ماما إيش مكتوب؟ قالت له مكتوب أنت عبقري لا نستطيع ندرسك، مخك أكبر من المدرسين أنفسهم، معنى الكلام أنا كلام بدو معنا. المهم طبقت الرسالة وقالت له تعال، وضعت له أشياء كذا، يعني قالت ركب فتح كسر سوي اللي تبغى أنت، اشتغل اخترع أي شيء تفكر فيه سويه. قال والله هو يبغى ذي الأمور، يبغى يصير حر مو مقيد، أعطته حرية وحطت له منطقة صغيرة كذا، وخشب وحديد وأسلاك ورماه ويجمع من الشوارع يحطه ويسوي ذي يسوي ذي يسوي ذي. هذا ما صدق البرمجة، لم يصدقها، لم يصدق الفكرة، فتأتيك أفكار لا تقبل لا تقبل. شوف ربنا برمجنا، يلا مناسبة حلوة وكويسة مع الموضوع هذا، ربنا ها عز وجل جعل، عارف هذا يحصل، عارف يحصل من الأبوين مثلا ومن المجتمع ومن الطلاب، عشان كذا أعطاك من 7 سنين قال علموا أولادكم الصلاة، الاتصال بي، الاتصال بالله، مو علموا الحركات، حركة اركع اسجد اركع، الروح ما فيها ما يستفيد، حتى الكبير ما يستفيد، ليش؟ المعنى ما فيه. لو جلس مع ابنه قلت له تعال أنت الآن تقف بين يدي الله، لا يا ويلك النار اللي ما يصلي فيه ويعمل به والشجاع الأقرع والرعب، لا ينقاد الإنسان بالرعب، لا ينقاد لا لله ولا لغير الله، شكله منقاد لكن هو ما يريد، كاره لكن خائف منك، كاره متضايق لا يفعل الشيء، بالحب يفعل. أنا مرة يعني لقيت واحد يعني ما هو عربي في رمضان،
يمكن قبل 50 سنة هذا الكلام يعني. فلقيته صديق لي، السلام عليكم، ومعه ابنه صغير. فسبحان الله كان معي حلوى، والسلام عليكم، خلصنا السلام. قلت له ما شاء الله ابنك صغير، يمكن 3 سنين 4 3 بس. أعطيته الحلوى، وضعها في جيبه. قلت له ليش ما تأكل؟ ما الجواب؟ شوف الجواب الصاعق من واحد عمره 4 سنين. قال رمضان، مسرور رمضان. قلت له كيف هذا؟ تصوم هذا؟ قال لي ليس صائم، ولكن علمناه احترام رمضان. إذا في رمضان نعطيه الأكل ونقول له اذهب 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 في أي مكان، اختفي وكل، لأن هذا رمضان. ويأكل كل شوي، يأكل مو مشكلة، بس إيش؟ يختفي. رمضان رمضان، دخل في مخه رمضان إنه عظيم وكبير، وبس أنت بعدين تصوم، الآن تأكل بس اختفي. شفت حركة بسيطة بس دخلت في الداخل هيبة، شيء مهم رمضان. وفي المغرب يجون يأكلون ويقولوا هذا الصائمين، نحن صائمين علشان كذا تأكل معنا. سحور صحو، تعال سحور رمضان، ويأكل الظهر والعصر كله يأكل بس يختفي. الصلاة نعتبر نقول له أنت تتصل بالله، هذه أهم من أنك تقول له اركع كذا واسجد كذا ولا مدري إيش كذا. علمه هذه لا بأس، بس ثانوية ثانوي. الأساس حب الله، لكن الأب ما تعلم حب الله، والأم ما تعلمت حب الله، تعلمت الحركات اللي سويها سويها علشان النار، علشان النار، علشان النار، علشان النار، علشان العذاب، علشان القبر، علشان عشان الناس لا يقولوا. برضه هذه كمان داخلة، إيش يقولوا عنا؟ ولدهم ما يصلي. هذه طامة. حتى الكبار بعضهم يقول والله بروح أماني قادر روح أدف نفسي، بس دف عشان الناس لا يقولوا فينه، أين فلان ما جاء المسجد. بلاوي متلتلة. طيب خلونا من هذه الأشياء، كنا نبغى نقول شيء. أيوة، عندك الله جعل في الصلاة أسرار علشان تخليك جانب الصلاة وأعمال أخرى الآن نتكلم عليها، وتكلمنا عليها كثير، بس الآن شوية نكرر ما تكرر تقرر. ها، أعمال صغير لو تعلمه الصلاة، تقول له الآن اتصال مع الله، خلاص لا تفكر في حاجة ثانية، يعني أشياء بسيطة، وانت تكون يعني ضابط الموضوع، مو تعلمه وانت ما انت، انت تكون مضبط هذا كمان وتعلمه وبالراحه. قال لك لا ما ابغى، خلي يروح، خلي يروح، ما في جبر يا ولد، لا تخوفه، يجعله ياتي بالحب. لو صلى فرض من 7 إلى 7 سنين تعلم فيه فرض واحد والباقي لا، يصلي عكس القبله، يصلي كذا، المهم يفهم انه لله. لا تشدد في هذه الأشياء، شدد لله، ربك عظيم، الرزق من الله، أنت جاي من شغل، أنا جاي علشان أجيب لكم فلوس، ربي هذا على طول، ما يقولها باللفظ خلاص هنا أنت أساس ولا نموت بدونك. قلت لكم على قصة المرأة التي مات زوجها، راتب كبير، قال الله يعينك الآن كيف تعيشي، كيف تدفع الإيجار، كيف كذا كيف كذا. قالت لهم ذهب المرزوق بقي الرازق، لم تشكو من ورطة بعدها، إيجار فتح الله باب أرزاق. كيف يعني تعتمد على الله تقول ربي معاي ويخذلك؟
لكن إذا صدقت هذه الفكرة، أي والله ذهب كيف أفعل، تركك، تركك في البؤس. السبب أنت، السبب أنك قليل أدب. ربك اللي خلقك مو هذا الذي خلقك، ربك الذي يرزقك ليس هذا، يرزق الطيور، لا يوجد عندها مخازن، يرزق الحيوانات في البراري، بعض الحيوانات ما يأكل إلا لحمة، يجيب له غزال قدام يمسك يقتله ويأكله، طيور بعضهم لا يأكل إلا الحبوب، يرزق حبوب، نوع ثاني من الطيور لا يأكل الحبوب، يأكل اللحم، لو وضعته في غرفة ملآنة بذور يموت، لازم لحمة، قال خذ امسك لحمة، ربك رزاق. في حيوانات تأكل أعشاب، توفر الأعشاب، ليس عندها إنسان يطعمها ولا يصب يجيب لها ماء، الماء وكل شيء موجود، ويجعل فيها فطرة، انتهى الماء من هنا تفهمها، توجه الرادار نذهب هذه الجهة أو هذه الجهة أو هذه الجهة، فكر فكر اذهب. وهي رزق يعني خلق وهدى، هو خلق وترك كذا. فإذا ربنا أعطاك هذه الأشياء، فيها تكرار، ترديد، تردد كل يوم الله أكبر، هذا واحد ترديد، الله أكبر في الركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر، هذه ثلاثة، ارفع الله أكبر، اسجد الله أكبر، ارفع الله أكبر، ستة مثلا في صلاة، في ركعة واحدة، كم الله أكبر الله أكبر، وانت القلب مع اللفظ ايش يكون الحال، غيره أصغر، تشوف اليسر في حياتك بشغلة بسيطة، كل الناس سواها أكبر، بس إيش أنت داخل ما حد شايف، أنت الركعتين تصليها وسيدنا أبو بكر يصليها ورسول الله يصليها وأنا وأنت وهذا وهذا نصليها، لكن ليست مثل بعض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة في حديث، لو وضع أبو بكر إيمان أبي بكر في كفة والأمة في كفة لرجح بالأمة. يختلف صلاته، تختلف. إن إبراهيم كان أمة قال لا إله إلا الله زي أمة تقول لا إله إلا الله، صلى مثل أمة تقول تصلي. ونحن نصلي طيب. فإذا في الصلاة في ترديدات، فيها تكررها، تكررها الله أكبر. في الحياة تروح تسمع برمجات، برمجات تبرمجوك، هذا كذا لا تفعل كذا ما تفعل كذا. أنت لو جيت للنافذة والطفل الصغير شفت عندهم لا تفتح النافذة، يكون في برد، يأتي عليك الهواء وتبرد ويصير حمى، وأنا ما يفهم. بعد يومين راح مرة ثانية، أمه جات ما أدري إلا الضربة، إيش في؟ البرد، هواء يجيك بعدين تمرض، برمجة. فهو قال طيب طيب، نسي، راح مرة ثالثة، المهم كم مرة سووها، قال طيب. بعد ما كبر صار يبرمج أولاده، وهذا برمجة غلط، غلط. في ناس يعني بالتيشيرت، تيشيرت يعني وسروال وفانيلا يمشي في الشارع في البرد، ايش فرق بينك وبين؟ برمجة، فكرة دخلت صدق ضبطت، فكرة قلب، ترديد الفكرة حتى تدخل في القلب، دخلت في القلب، لو رددها احد تقول له ايوه صح ايوه صح ايوه صح ايوه صح، خلاص. فربنا اداك هذا الترديد، تقول الله اكبر، بس خلي القلب يتحرك معاه، الله اكبر الله اكبر في السجود في الركوع، عندك 17 ركعة
تردد كم مرة الله أكبر، بالحضور تسويها خلاص، غيره يصور وأنت تنعم بحياة يجعل له مخرجا. أي مشكلة أنت ما تشيل هم في الحياة، مخرجا مخرجا مخرجا، لا دعاء ولا إلحاح ولا شيء، هذه هدية، هدية يجعل له مخرجا. في ناس يدخلون اعتراض، ليش الأنبياء ابتلوا؟ الأنبياء يعني ليس مثلنا، أي واحد عنده بلاء مو زي الثاني. المؤمن مثلا جاه البلاء هو بيده المخرج، ما يفكر فيه، يفكر في حياة أبدية، مشغول مخه عن هذا الحال، والداخل لا يفكر في المرض ولا يدري، يمكن حياته كلها مريض هو لا يشعر بها، في لذة مع الله، مصغر غير الله، عشان كذا لا يهتم، غبار جاء عندك غبار ينفض كذا وقت ما يبغى، وقت ما هو شايف الغبار موجود غبار، لين واحد ينبهه غبار مثلا، هذه الشدائد غبار، ليس مثلنا، من الداخل مع الله. نحن إذا جاء المرض نغفل عن كل شيء، نغفل عن الصحة الموجودة عندنا 90% وننشغل بهذا المرض، ونقول الأنبياء يمرضون ولا لما يريد ربي إني مسني الضر يذهب المرض، ما يقول له المهم. فإذا خلينا على الترديد، نردد في الصلاة ماذا؟ الله أكبر، خلصنا منها، الحمد لله رب العالمين. كم مرة؟ 17 مرة. الرحمن الرحيم 17، أكثر، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مرة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مرتين في كل ركعة. شوف 17 في 2، إيش الحمد لله رب العالمين؟ لما تشغل القلب مع اللفظ الحمد لله، الحمد يعني كل الحمد لك وحدك. طيب في زلازل براكين في مكان ما، أنا متعسر شغلي، الحمد لله يحمد على كل شيء، ما نقول أحمد على كل مكروه، مو مكروه، الحمد أن تحمد واحد سوالك جميل، فأنت تظن كل شيء كويس. فهمت؟ أهلا وسهلا. ما فهمت؟ إيمان بالغيب، هذا إيمان بالغيب مطلوب منك. زلازل هناك، الحمد لله ربي ربهم ورب العالمين، الرب المهتم فيهم، المحب لهم، الخالق لهم والصانع لهم، ليس عذاب. الطفل لما يقول لك أنا أبغى أنت تولع كبريت ولا تولع نار مثلا، أريد أقترب ألمس النار هذه أكلها، ما يفهم، فأنت تقول له لا 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 انتبه، وكل شوي يا ولد انتبهوا لا يذهب الولد هناك، لا يذهب، خطر عليه، لا يذهب. أنت صغير أمام الله، انت امن انه رحمن رحيم لطيف، اذا جاك واحد جاء زلازل عندهم ودمر بيته وعائلته بقي هو، قل له الله رحمن رحيم، لكن ما نؤمن بالله في هذه المرحله، قول كذا امن بالغيب، بعدين حطه في درج من الادراج، هذه الفكره انك من تفاهمها خليها في الدرج، لما تكبر يشوفك الله يفهمك زي الطفل، انت ما يكبر شويه قول له شفت النار، عرفت انت النار، ايوه عرفت، شكرا، يفهمك في الدنيا او يفهمك في الاخره، انت حطها بالدرج شوي، هذه اشياء ماني فاهمها، انا بسالك انت، تسال الناس يتوهوك، لان هم تايهين، التايه يتوه ثاني، وبعدين ما ندري هل هذا ولا هذا ولا هذا، يلا يا ربي مع السلامه، انت ما انت رحيم ولا انت فينك، هذا صار له كذا. ثق به
وأنه رحيم وأنه لطيف وأنه مدبر وأنه حكيم، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، المدبر للعالمين له الحمد. أنت ما قلت المدبر للعالمين بالخير، كله خير. ماني فاهم، ماني فاهم، حطينا في الدرج، نلقى الله نقول يا ربنا فكنا، فكنا هذا الموضوع، إيش الحلول يقول لك عليها. إذا قلت له من الآن ماني فاهم يا ربي فهمنا، وانت حبيبنا وانت اكيد في حكمه عندك، يشوف ثقتك هذه ما يخليها بلاش. بس مو يعني الجوال الو يلا ايش الهرجه، يقول لك كذا كذا ما في، مع الله ليش هكذا. انت ما تتحمل جواب الله، ما تفهم يعني سمعك جوا في سمعين، سمع هذا الاشياء الظاهريه هذه زي ما عند الحيوانات، لكن في سمع داخلي، نظر نظرين، نظر هنا ونظر داخلي، نظر لأشياء غير غير اللي أنت تراها، وسمع غير اللي أنت تراه. تراهم ينظرون إليك ولا يبصرون، ما يبصر، ينظر إليه إيش؟ محمد بن عبد الله رجل ما يبصر أنه عظيم، أنه رسول الله، ينظر إلى عقل تعبان، ينظر إلى سفير الدولة الفلانية ولا الحاكم ولا أي شيء، ينظرون ولا يبصرون. يقول يا طيب هذا إنسان إيش شكر إيش إيش إيش، لكن في الجوة في هذا ملك، هذا وزير، هذا سفير دولة كذا، أنا أطلب منه أشياء، هذا بصر. والنظر بهذا النظر، نظر الطفل لا يفرق، هذا ملك ولا غير ملك، ما في آداب، ما في شيء، روح يجري هنا وهنا وكل مكان، والغبي نفس الشيء، والمجنون نفس الشيء. نمشي في الدنيا على ثقة بالله، ربنا كذا يعطينا ترديد الحمد لله، بس تكون مركز. بعدين لما تشوف خلل أنت في نظرك أنه خلل، بعدين تعال يا ولد صغير صلي الظهر، الحمد لله رب العالمين. بعدين الظهر العصر شفت خلل، الحمد لله رب العالمين. في العصر، في المغرب، الحمد لله رب العالمين. في العشاء، الحمد لله رب العالمين. زي قد ما تشوف تقول الحمد لله. مو ربي رب هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، مهما حصل. بعدين تفهم، يربو الإيمان. أنت الإيمان صغير، لما يصير كبير زي الطفل، كبرت هاي فهمت يا أبي، عمره 5 سنين، إيش معنى الزواج؟ هيا اشرح له. ما تقدر تقول له إن شاء الله لما تكبر بعدين، تجيب له هرجة من هنا هرجة من هنا. يا أبوي أنا من فين خرجت؟ كيف جيت للدنيا؟ إيش معنى أنت أبوي وهذه أمي؟ ليش ما جيت بدونكم؟ كيف تجاوبه؟ نفس الشيء مع الله، اعتبر نفسك صغير وهو عظيم وفاهم، ماني أنا فوقه، لازم أفهم أفعاله. ما تقدر تفهم أفعاله، الزلازل والبراكين إلى الآن، الاختراعات هذه مراضية تعرف تتنبأ بأفعال الله، تتنبأ بالطقس، مرة يصدق ومرات ما يصدق، هذه أفعال الله في الكون. الحيوانات فيها أفهم مننا، لأن ربنا قال فرددناه أسفل سافلين. ما أحد يقول لي رددناه أسفل سافلين يعني الشياطين، ربنا قال فرددناه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه يعني رددنا الإنسان أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. طيب المخترعين، المخترعين في الفترة دي الصغيرة دي صغيرة يعني 100 سنة فترة، هو موجود راح يجي بعدين هناك،
كان يلعب يلهو يخترع نووي يخترع اللي يريد مهما كان. لازم إيمان بالله. هذا القانون يمشيك بعد الموت في سعادة. القانون هذا مو في يدك، في قوانين أخرى، مو مشكلة. ونريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق. قد كذا ما فيش مراحل الحياة. هو مو مؤمن بها لأننا لا ننبهر بالآخرين، ننبهر بالمؤمنين الذي ربنا يجعل له معجزات في الدنيا خلاف القوانين كلها. الطاغوت تحت السيطرة، تحت سيطرة رب العالمين، وهو جعله تحت سيطرتك. الطاغوت كل ما هو غير الله، كل ما هو غير الله صغره يصغر. عندك مشكلة صغرها تتلاشى تتلاشى مهما كانت. انت لما تعظمها تبقى وتزيد وتستمر على مدى سنين. صغرها بس لازم تصغر مقابل واحد تكبره، يعني شيء تكبر مقابل شيء تصغر. كبر الله، صغر ما عاده. باختصار عندك مشكلة فلانية صغرها وترى الحل يأتيك في حسب صدقك في التصغير والتعظيم. إن الله على كل شيء قدير وهذا ليس على كل شيء قدير. هذا مسخر لي معناته أنا مكرم عند الله، وهذا ليس مكرم إلا تسخيرا لي. فإذا عندنا في الصلاة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل في الصلاة كلها العذاب العقاب؟ أنا منتظرك، أنت جالس بين يدي الله منتظرك في عذاب في جهنم في هي فيه، بس هو أنت دحين بين يدي الله. ما في هذا الكلام، الكلام لغيرك، للناس اللي يعني عنده خوف من من من, من الأشياء، يقول له طيب في جهنم عندي، لكن أنت تحب. ادخل في مجال الحب، درب نفسك، مو في درب، كرر نفسك، كرر على نفسك، تمرن هذا التمرين اللي اسمه الصلاة، تمرن عليه إخشاء قدر ما تستطيع. تفكر لا تقربوا الصلاة وأنت مسكر حتى تعلم ما تقول مما تقولون، اعلم ما تقول بقدر الاستطاعة. مو تدور في كتب التفسير وتقول أنا ما عرفت، أنت بس ابدأ قول الله أكبر وادخل حاول. يفلت حاجات مو مشكلة، تدخل وساوس أفكار مي مشكلة، كم دخلت بس الآن صار في شمعة والظلام كثير، صير نور الشمعة لمدى مثلا متر، لا بأس، ما كان في أول متر نشوف قريب، بعدين ظلام كثير شوية تزيد، تخليه بعد شهر مو مشكلة، بعد شهر الشمعة هذه صر نورها أقوى، صر الظلام هناك خف، صرنا نشوف مسافة مترين ثلاثة أربعة عشرة، إذن تصير هذه الشمعة الشمس. بالمثابرة باليأس مشكلة، ولا تيأس حتى لو كان مثلا قطعنا، جاتني مناسبة وهرج وكلام من هنا، مناسبات موت حياة زواج ولادة أي شيء، أو غفلة كذا مني أنا طنشت قلت خلاص ما أبغى أشوف الفيديوهات هذه والأشياء دي ولا أسوي دي الأشياء وافتكرت، ارجع لا تبدأ من جديد، هي مستمرة الشمعة تبدأ ترجع للمستوى اللي كنت فيه وتكمل. فإذا الرحمن الرحيم، شو مكرر كم مرة؟ الرحمن الرحيم، تواقف بين يديه لازم أقول لك كذا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. من هو الرحمن الرحيم؟ مو واحد ثاني، الجانب اللي فيه الرحمة هو هذا، انت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وانت رب العالمين المدبر لهم التدبير الحلو، انت كمان مالك يوم الدين،
في أعرابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين هو ربنا، قال إذن فزنا. شوف نظرته، فزنا مو خفنا، فزنا يخاف غيرنا بشأنهم، نحن فزنا. المؤمنون يقولون فزنا ورب الكعبة، لأن ربنا الرحمن الرحيم هو هذا لك ربنا الذي عنده النار. خفنا، خفنا وتركنا، أو خفنا واستمرينا، ماشي الحال. يجي يوم القيامة يقول له خلاص النار ما عندك، روح ادخل الجنة زيادة. لكن كان عايش في الدنيا في معاناة، ويعيش في القبر شوية ينتظر خايف من الميزان، ممكن عندي سيئات والله لو أرجع رب يرجعون، لا ممكن فيه خايف من الخطر، الوسواس مرافق ليس الوسواس حقنا، وسواس ثاني، الترقب والحذر موجود الحمد لله في نعيم، لكن الميزان لسه ما وصلنا عنده. هل يمكن؟ هل يمكن؟ هل يمكن؟ أولئك لا خلاص. إذن مالك يوم الدين إياك يا أيها الجميل، إياك نعبد وإياك نستعين. عبادة حب. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صح، أكثر الناس يفعل هكذا، لا يقول الألفاظ لكن حاله، اهدنا الصراط المستقيم، قرآن حديث. آمين. ليش؟ يأخذ من الصراط المستقيم اللي هذا القرآن والحديث ويطبق على فهم ويشرح مجلدات ويطبق، يشرح للفهم لا بأس لكن يطبق مباشرة غلط. قال الله صراط الذين، يعني معناته في صراط ثاني، في ناس يأخذوا مباشرة ويقول لك طبق 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 طبق، لكن صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت تفضلت عليهم مش بشطرتهم، أنت المنعم، فأنتظر النعم وأشوف هم كيف كانوا يفعلون. صراط المستقيم عرفنا، إذن نتوقف فيه شوية. أمر صلوا، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب خلاص، في كذا صحابي شاف الرسول يصلي هكذا، وآخرين صلوا هكذا، وآخرين صلوا هكذا، اللي يطبق حبيبي احنا ويا اصحاب، الافضل في الشكل ما نشغل فيه، الاصح في الشكل ما نشغل فيه، هل مقبولين ولا لا؟ احباب كلنا. هذا الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقال انهم اليهود والنصارى، لكن الحقيقه المغضوب عليهم والضالين في كل الاديان وغير الاديان. في المسلمين مغضوب عليهم وضالين، في اليهود مغضوب عليهم وضالين، في النصارى كذلك، في المجوس كذلك. نخرج المجوس من الموضوع، نخرج عباد البقر من الموضوع، نخلق عباد الأصنام من الموضوع، عباد الشجر، عباد الكواكب، في كل مكان. اللي يقتل النفس نفس مؤمنة غضب الله عليه، مغضوب عليهم. اللي قطعوا الأرحام ويفسدوا في الأرض مسلم ولا على غير أي دين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وغضب عليهم أي دين. فإذا برمجة، إذا أفضل برمجة، أنت لازم تعيش بالبرمجة أصلا، أفضل برمجة من المبرمج الأصلي الذي صنعك، خذها من كتاب الله مباشرة،
لا يوجد فيه طلاسم، هو لك. أفلا يتدبرون القرآن؟ ها؟ يعني مقالة يعني ذكرت للمشركين غير مؤمنين، تدبر تدبر، مطلوب التدبر، لكن الاستفادة من الكنوز لا، الشفاء للأمراض للمؤمنين. مثلا، لكن التدبر مفتوح، ليش تحرم منه أنت؟ تقول ما أقدر أتدبر، ما أفهم. هو مو التدبر لتعلم شيء أو تفهم شيء، لا، التدبر للأنوار والبركات والخيرات والتغيير الداخلي، لأن القرآن حي حي حي، كلام الله حي. أنزلنا إليك روح من أمرنا، روح لكل المؤمنين يرون هذا الشيء ويحسون به ويشعرون. إذا اعتبرته روح واعتبرته نور كما قال الله نور وروح، أنت الآن تتكلم مع نور وروح، وهذا الكلام كلام الله الخالق، تعظم الجلسة اللي تجلسها لتلاوة كتاب الله. حط الشروط، بس هي هذه الشروط، زد عليها إيش؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مو تفهمون. بعدين خذ لك جلسة ثانية، هذه الآيات إيش معناها، تثقف كما شئت، هذا باب آخر، لكن الباب الأصلي استمعوا له وأنصتوا، ولا كلمة، وأنصت ولا سرحان. ليش؟ أنا الآن أتلقى الرحمات، المصدر الوحيد الذي بيننا وبين الله موجود، ها؟ هو كتاب الله، جسر يوصلك، عظمه وتجد الخيرات. هذا تكملة سورة الفاتحة، خلصنا منها. فإذن الصلاة، أنا حط أشياء، سبعة أشياء، سبعة أمور اللي فيها البرمجة الأصلية من الخالق الذي خلقك وصنعك وأعلم بك، ويصلح لك بالبرمجة هذه الدنيا والمستقبل كله والمرحلة القادمة والمراحل القادمة. الدنيا تصلح، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن بالله يعني ليس مؤمن بغيره، من الأسباب، فلنحيينه حياة طيبة، وعد، من يتق الله يجعل له مخرجا، ما في مصيبة، وكذلك ننجي المؤمنين. ما قال أنتظرهم يدعو لي أيضا، الدعاء لا بأس، ادعي وألح كما تشاء، ولكن هذا وعد من الله مسهلة زيادة، الدعاء يضبط الحاجة، يخليك يعني مطمئن مرتاح أني أنا طلبت من الله، منتظرك ترسل له رسالة، أنا عندي الشيء الفلاني، هو عارف. عشان كذا قال وكذلك ننجي المؤمنين، اللي إيمانه تعبان ما هو تحت الوعد هذا، عشان كذا ما يجد النجاة، يردد اللفظ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكذلك ننجي المؤمنين يا ربي، قلت، قال لك ننجي المؤمنين، أنت من أنت مؤمن، إيمانك ضعيف، برمجة غلبت برمجة الأسباب أنها قوية ومؤثرة، غلبت برمجة ربك اللي خالقك وخالق الأسباب، فكيف تقول لك أنا مؤمن؟ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لا يحتاج علم كثير، أمي لا يقرأ ولا يكتب ممكن يصل للإيمان وفي جنة الفردوس. إذن دخلنا فيه البرمجة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، برضه في الصلاة موجود هذا، أنت ساجد تدعو
وجود خير كثير. مخ العبادة هو الدعاء. العبادة، العبادة كلها هي الدعاء. ليش قال هذا الرسول على الكلام؟ لأن الدعاء فيها تضرع. رب يا رب يا رب أريد أريد. في الصلاة ما في تضرع إلا للقليل والناس، يتضرع في هذا مخ العبادة. يعني افهم أنه هذا هو المطلوب من العبادة، مخ العبادة هذا التضرع، اجعله في صلاتك. إذن الصلاة والقرآن، وندخل في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم درجتين. صلاة على الحبيب أكثر منها أصل الوقت، تكفى همك ما يحتاج، خلاص ما يحتاج همك جوا بدون لفظ باللسان، هم تكفى ويغفر ذنبك. وصلاة مركزة 5 دقائق في اليوم كل 24 ساعة، 5 دقائق دخلها في حياتك، دخلها. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله 10 صلوات. هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا خير لك لما تجعل تركيز شوي وصلوات عامة تأتيك الأنوار. وقال الله له مأمور صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، سكن ونور، خروج الظلام بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اجعلها في حياتك ترداد ترداد ترداد، برمجة هذا لك. إذن ونجعل كذلك قبل النوم، قبل النوم عند النوم خلاص المستغفر لو مرة واحدة صلي على الرسول بأي صيغة، لا تفكر فيها وتقول إيش معناها وترتبها، أنت أرسلت صلاة مهي منك ما تقدر، ما عندك شيء فاضي، عشان كذا تقول اللهم صلي، يعني أنا وابتك يا رب تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت طلبت منا وأنا أوكلك. ليش ما أقدر؟ عاجز مفلس، أنت على كل شيء قدير، صلي عليه سيدل عليه ويرسل لك صلوات وسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم مضاعف. فإذا قبل النوم مباشرة أنت على المخد، ردد علش كيفك أو مرة واحدة سويها. كذلك أول ما تستيقظ فتحنا قبل فرشة الأسنان وقبل القيام 1 مرة أو 3 5 10 على كيفك صلاة على الرسول صلى الله عليه، وشوف إيش يحصل بعدين. استمر هكذا ترديدات حتى ترسخ في الداخل وتخرج البرمجة القديمة كلها. رزيت تسوي لك أعمال الله الخالق اللي صنع كتالوج. أيضا في خلال اليوم كفر بالطاغوت. أي واحد يقول لي كذا بدون كذا بدون كذا ولو يهرجون فيما بينهم، برضو الصوت مدام وصل هنا القلب صح صح صح، غلط غلط. أنت قود قلبك، غلط مو صح، غلط مو صح، برمجة. كل الناس متبرمجة، لا تخش في جدال، لا لا هذا ليس صحيح، صحيح كذا 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 كذا، ما ينفع ما ينفع، لأن برمجة متغرزة بجلسة واحدة تخلصها، حتى برمجتك أنت ما تخرج بسرعة، لابد محاولات محاولات وصدق. وربنا لما يشوف صدقك تبغاه يفتح أكثر الباب لك. من أتاني يمشي أتيته هرولة، لا يزال عبدي يتقرب إلي، لا يتقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، وهو الإيمان، وهو أول ركن في الإسلام. تشهد ليس تقول، ونروح نقول أول افترضت على الصلاة، لا قبل الصلاة إمام بالمصلى له، قبل العبادة إمام بالمعبود، هذا افترضت حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش. بصرك اختلف، يدك تختلف،
رجلك تختلف، جسمك يختلف، تدخل الصحة. واحد يقول لك زهايمر تعيش 200 سنة ما تشوف الزهايمر. ليش؟ ما محصن بالإيمان. سحر محصن بالله بدون تعرف الرقية إيش هي، محصن بالله خلاص. تحدى جن عفاريت وسواس قهر يرسلوا لي إياها. أيوة تكون أسد تبع ربنا. فإذا سبع أشياء أنا حسبتها، أكرر مرة ثانية علشان في ناس يقولوا يعني خليك شاطر: تدبر القرآن، تجعل لك وقت ربع ساعة تتدبر فيها صفحات قليل لا بس، حط لك وقت ثاني خل اختم ثلاثة أجزاء في اليوم ما أنا مشغول فيك، بس خلي هذا لإصلاح ما فسد. تمرين الخشوع في الصلاة، حاول فات شيء مو مشكلة، امشي امشي إلى الله، أعرج مو مشكلة، امشي إلى الله. طيب لا تحاسب نفسك، لا تأنب نفسك لأي شيء، احترم نفسك، حب نفسك. أنت قال لك الله مكرم، لا تهين نفسك أمام الأسباب، احترم نفسك. كل يوم طالع في المراية وشوف الشيء الطيب، لا تشوف هنا حبة هنا هنا مدري إيش، الخشم مايل الرأس مالك شغل. قل هذا مرحلة مؤقتة بتركها 70-100 سنة، وهناك أبد الآبدين هذا الجسم يترمي. أنت عظيم، كلم نفسك أنت عظيم كبير، ما لك مال هذا الرقاع التي عليك، هذه رقاع. إذن تدبر القرآن، خشوع في الصلاة، الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم 5 دقائق في اليوم تركيز، غير الصلاة العادية كرر قد ما تقدر. 4 قبل النوم فور الاستيقاظ ايش؟ صلاة ولو واحدة. 7 كفر بالطاغوت اثناء النهار، اسمع ولا تدخل القلب، ترانزيت ترانزيت ترانزيت، راح تلقى اشياء كثير ترانزيت، وكويس انك تسمع علشان ايش؟ كمان يمكن البرمجة موجودة تسمع انه هذا غلط، واللي عندي هنا موجود جوا وانا ما اعرف به غلط، فتخرج مع الوقت، تخرج البرمجات. وانت تصلي بخشوع كل ما جاء ظهر تعال نخرج البرمجة، تعال نخرج البرمجة، تعال نخرج البرمجة. مفروض هو الإسلام كذا، مفروض أول ما ندخل صلاة يعلمونا هذه الصلاة، حياتنا تكون غير، لا نخاف من أحد ولا نرجو أحد ولا نعظم أحد إلا باحترام لله بس، كون مؤدبين محبين للخلق كلهم. إذن خلصنا الفاتحة، أهم شيء هي الفاتحة، عشان في ناس يقولوا في الجزء الثاني، الجزء الثاني كله مضمن في هذه الله. في هذه زودنا على الساعة المعذرة من الآخرين، هذه جلسة في الله سبحانه وتعالى، والذي لا تعجبه ماذا نفعل؟ الجوال بيده وهو مسؤول عن نفسه، يترك ويبتعد. في ناس كثير يختصرون وما هم مثل هذا الشايب، لا بأس، روح الله إن شاء الله يرزقك خيرا منا وأفضل منا وأصلح لحياتك وتحبها أكثر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.